نعلن اليوم لحضراتكم بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية لعام 2018. وقبل أن نعلن الجدول الزمني وضوابط الترشح والدعاية الانتخابية، نود أن نؤكد أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي رابع انتخابات تعددية تجرى في البلاد، وهي ثالث انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة 25 من يناير. شعب مصر العظيم، إن الانتخابات الرئاسية هي الأهم على الإطلاق من بين الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في البلاد، إذ من خلالها تختارون من يحكم بلادنا ويحقق آمالكم المشروعة. وإجراء الانتخابات الرئاسية بصورة دورية في الموعد المحدد لها في إطار من التنافسية والتعددية هو أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية، كما أنه تأكيد على أن الشعب وحده هو مصدر السلطات. وأهم ما يميز الانتخابات الرئاسية القادمة إجراؤها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التي تم إنشاؤها وفقاً للقانون رقم 198 لسنة 2017 تنفيذاً لما ورد بالفصل التاسع من الباب الخامس من الدستور. وبذلك تكون الهيئة الوطنية للانتخابات أول هيئة مستقلة يعهد إليها وحدها دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية وتنظيمها والإشراف على كافة إجراءات العملية الانتخابية. وبناء عليه تلتزم الهيئة بضمان حق الاقتراع لكل ناخب وتحقيق المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الانتخابات وتنفيذها وفقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها بصفة مستمرة ودورية، ووضع القواعد المنظمة لإجراء عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كما تلتزم الهيئة بوضع نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخابات يتسم بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى وضع مدونة للسلوك الانتخابي ملزمة لكل أطراف العملية الانتخابية ومحددة للجزاءات المترتبة على مخالفتها. هذا بالإضافة إلى وضع إجراءات تيسيرية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم، ووضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وضبط مخالفيها واتخاذ اللازم قانوناً حيلهم. كما تلتزم الهيئة بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، مع وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات وكيفية إجراءها ومواعيدها والإعلان عنها، وهو ما أفرغته الهيئة في قرارات تنشر في الجريدة الرسمية. وإلى جانب ذلك، فقد ألزم القانون كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، وقد أدت تلك الأجهزة ما طلبته منها الهيئة على أكمل وجه. كما أن الدستور والقانون قد أقر لكل ذي شأن الحق في التظلم من قرارات الهيئة، ومن جانبنا نلتزم كهيئة وطنية للانتخابات بالفصل في التظلمات التي تقدم إلينا بعدالة القاضي وحياده وفقاً لأحكام القانون. كما أنهما لم يحصن قرارات الهيئة كالماضي القريب، فبات متاحاً لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، وعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قراراتها. ومن جانبنا كهيئة وطنية للانتخابات سنعمل على تنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء. شعب مصر العظيم، إن لكل مواطن الحق في الترشح للرئاسة متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها قانوناً، وهذا الحق كفله الدستور ونظمه القانون. ومن ثم ندعوكم شعب مصر
أن تسهموا في بناء وطنكم وأن تحرصوا على إتمام ما بدأتموه من إصلاح ديمقراطي، وعلى استعمال حقكم في الترشح والانتخابات، ونحث من تتوافر فيه الشروط ويجد في نفسه القدرة على تولي زمام المسؤولية في هذا البلد أن يتقدم بطلب ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. ومن جانب آخر، ندعو شعب مصر أن يتابع إجراءات الانتخابات الرئاسية وأن يفاضل بين المرشحين على أساس من الواقع، ليختاروا من يأتمنوه على إدارة بلادهم في المرحلة القادمة. إن إجراءات الانتخابات الرئاسية النزيهة هي حق لكم والتزام علينا كهيئة وطنية للانتخابات، وإننا لن ندخر جهدا في سبيل الوصول إلى انتخابات تدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية الدولية، لتخرج بشكل يليق بحجم بلادنا وآمال طموحات شعبنا وعظم حضارتنا الضاربة بجذورها في عمق التاريخ. وعليه فإننا نتعهد أمامكم بعزم أكيد وإصرار لا يلين أن ندير الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته في الحكم، وأن نقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، وأن نؤدي عملنا في إطار قانوني ومهني وأخلاقي حاكم لها، قوامه مجموعة من المبادئ الأساسية، وهي الاستقلالية، الحياد، النزاهة، الشفافية، الكفاءة، المهنية، سيادة القانون، المسؤولية أمام الله وأمام القانون. وستجرى تلك الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بمعنى أن يكون هناك قاضي لكل صندوق في إطار من المتابعة من جانب وكلاء المترشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية. وتيسيراً على المؤيدين للمترشح والناخبين الوافدين، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة العدل باختيار 389 مكتب توثيق وشهر عقاري موزعين على جميع أنحاء الجمهورية، درب موظفوه على تسجيل تأييد المواطنين للمترشحين، وذلك على النموذج المعد لذلك بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، واستقبال الناخب الراغب في تغيير موطنه الانتخابي لمحافظة الغير التي يقوم بها للموطن الذي يرغب بالإدلاء بصوته فيه، وإثبات ذلك وتسليمه إيصالاً مطبوعاً بموطن الانتخاب الجديد لتلك الانتخابات فقط. كما استحدثت الهيئة إلى جانب مكاتب التوثيق والشهر العقاري سالفة الذكر تشكيل لجان بكافة المحاكم الابتدائية تحت إشراف من رئيس المحكمة الابتدائية لكل من يبدي رغبته في نقل موطنه الانتخابي من محافظة لأخرى بتلك الانتخابات فقط، على أن يعود لموطنه الانتخاب السابق فور إعلان النتيجة. كما عملت الهيئة على تقريب اللجان الانتخابية من المنتخبين وتيسير وصولهم إليها وإعداد بطاقات مؤمنة للإقتراع موضحا بها الرموز الانتخابية بصورة تكفل مباشرة الحق في الإقتراع. ونؤكد أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بشكل كامل وواضح، ولن نألو جهدا في التحقيق في التحقق من معاملة كافة المترشحين على قدم المساواة وإتاحة فرص متكافئة لهم للإعلان عن أنفسهم ومباشرة حقهم في الترشح وما يتفرغ عنه من حقوق أخرى في سبيل كسب ثقة الناخبين. ونهيب بالمؤسسات الإعلامية والصحفية رسمية أو خاصة بالتزام الحياد حيال المترشحين بأن تكفل لهم فرصا متساوية لتقديم أنفسهم للناخبين وعرض رؤاهم وبرامجهم الانتخابية وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ودون التدخل لصالح أحد المترشحين مدحا أو ضد آخر ذما وقدحا. ونهيب بكم شعب مصر كل في موقعه التحلي بروح المسؤولية والانطلاق بدافع من حب الوطن وبذل الجهد من أجل أن نصل إلى انتخابات تتحقق فيها التعددية والتنافسية الحقيقية وتتسم بالنزاهة والحياد، وأن نحرص جميعا على أن تخرج الانتخابات الرئاسية بالصورة التي نرجوها حتى نجعل منها نموذجا يحتذى به. وفي الوقت ذاته لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك المظهر الديمقراطي
أو الخروج به عن صورته التي نرجوها، ونناشد المواطنين ومؤسسات الإعلام والصحافة توخي الحذر في قبول أو نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية وبعد الإشارة لمصدر الخبر بصورة واضحة دون تجهيل. شعب مصر العظيم، إن الوطن يبنى بسواعد المخلصين من أبنائه، ووطنكم يناديكم أن تشاركوا في رسم خريطة مستقبله، وليضع كل منا لبنة في بناء الوطن، فلن ترفع رايته إلا بأيدينا. إن الانتخابات الرئاسية من أهم مظاهر الديمقراطية التي حلمتم بها، وها قد تحقق الحلم وبات حقيقة نراها، فقد جاءت الانتخابات الرئاسية في الموعد الدوري المقرر لها، ونعلنها انتخابات تعددية تنافسية تجرى بنزاهة وشفافية وتحت إشراف من هيئة وطنية مستقلة. فلنشارك معا في الانتخابات الرئاسية، ولنعبر عن إرادتنا الوطنية في اختيار من يحكمنا، ولنقف جميعا صفا واحدا خلف وطننا، شعبا واحدا متحدا على قلب رجل واحد، لنجعل الانتخابات الرئاسية القادمة ملحمة في حب مصر. وليختار كل منا بكل حرية وأمانة من يراه أقدر بحكم بلادنا، لنجعل من الديمقراطية أداة اختيار وتقييم. شعب مصر العظيم، إننا شعبا يحب السلام والبناء وينبذ العنف والهدم، يمارس حقه في إطار من المسؤولية، يتطلع نحو مستقبل أفضل ولا يلتفت إلى الماضي. ومن ثم فإننا ندعوكم جميعا إلى لجان الاقتراع رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، ولنروي لأبنائنا كيف ناضلنا من أجل تحقيق حلم الديمقراطية، وكيف تمسكنا بحقوقنا وباشرناها، فيشهدوا كيف رسمنا لهم مستقبلهم وبنينا لهم وطنهم حتى إذا ما شابوا ساروا على خطانا. شعب مصر العظيم، إن صوتكم أمانة في أعناقكم، وإن لوطننا علينا حقا والمستقبل حق، ولأبنائنا علينا ألف حق وحق. شعب مصر العظيم، بمناسبة الإعلان عن بدء الانتخابات لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 1 لسنة 2018، وكان منطوق القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة صباح اليوم، قررنا بالمادة الأولى: الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه، مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقر لجان الانتخابات الفرعية وفقاً للمواعيد المبينة بهذا القرار. المادة الثانية: تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للمواعيد الآتية: خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 16/17/18 من مارس 2018، داخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 26/27/28 من مارس 2018، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات وفقا للمواعيد الآتية: خارج جمهورية مصر العربية أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 19/20/21 من إبريل 2018، داخل جمهورية مصر العربية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 24/25/26 من إبريل 2018. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
وفي صحيفتي الأهرام والأخبار وعلى الجهات المعنية تنفيذه. وإليكم الجدول الزمني تفصيلاً على النحو الآتي: أولاً، تلقي طلبات الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2018 في الفترة من 20/1 وحتى 29/1/2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الكائن بشارع القصر العيني بالقاهرة. ثانياً، إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكيين أو المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأهرام والأخبار يوم 31/1/2018. ثالثاً، تلقي اعتراضات المترشحين خلال يومي 1/2/2018. رابعاً، فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات يوم 5/2/2018. خامساً، اختار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 6/2/2018 على محل الإقامة المختار بواسطة أحد المحضرين المنتدبين باللجنة ويعزز ببرقية تلغرافية. سادساً، تلقي تظلمات المترشحين وفحصها بالهيئة الوطنية للانتخابات يومي 7/8/2018. سابعاً، البت في التظلمات والإخطار بها يوم 9/2/2018. ثامناً، تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي 10/11/2018. تاسعاً، الفصل في الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأهرام والأخبار على نفقة الخاسر خلال الفترة من 12/2/2018 إلى 21/2/2018. عاشراً، آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز وفقاً لأسبقية تقديم طلبات الترشح يوم 22/2/2018. 11، إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأهرام والأخبار يوم 24/2/2018. 12، بدء الحملة الانتخابية من يوم 24/2/2018 وحتى 23/3/2018. 13، آخر موعد للتنازل ونشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأهرام والأخبار يوم 1/3/2018. 14، توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأولى في اليومين السابقين على يوم الاقتراع بالخارج يومي 14/15/3/2018. 15، انتخاب المصريين بالخارج من يوم 16/3/2018 وحتى يوم 18/3/2018. 16، توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثانية في اليومين السابقين على يوم الاقتراع في الداخل يومي 24/25/3/2018. 17، الانتخاب بالداخل ثلاثة أيام، يوم 26/27/28/3/2018. 18، انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 29/3/2018. 19، تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة إن وجدت يوم 30/3. 20، البت في الطعون المقدمة أمام اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج يومي 31/3/2018 و1/4/2018. 21، إعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 2/4/2018. 22، تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي 3/4/2018. 23، الفصل في الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأهرام والأخبار على نفقة الخاسر في الفترة من 5/4/2018 وحتى 14/4/2018. 24، بدء الحملة الانتخابية لانتخابات الإعادة
في الفترة من 15/4/2018 وحتى 23/4/2018. 25، توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأولى لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يوم 18/4/2018. 26، انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج أيام 19/20 و21/4/2018. 27، توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثانية لانتخابات المصريين بالداخل يوم 23/4/2018. 28، انتخابات الإعادة بالداخل أيام 24/25 و26/4/2018. 29، انتهاء عمليات الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعمليات الاقتراع يوم 27/4/2018. 30، تلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة إن وجدت يوم 28/4/2018. 31، البت في الطعون المقدمة أمام اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج يومي 29/30/4/2018. 32، إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 1/5/2018. شعب مصر العظيم، ندعوكم شبابا وشيبة، نساء ورجالا ممن لهم حق التصويت، أن تشاركوا في الانتخابات الرئاسية من خلال الاطلاع على برامج المترشحين وتقييمها، ومن ثم اختيار من يمثلكم عبر صناديق الاقتراع. مارس حقك في الترشح والانتخاب، وأدي واجبك في اختيار من يتولى رئاسة بلادك، فإن صوتك حتما سيحدث أثرا. انزل انزل، شارك، صوتك هيوصل. بارككم الله ووفق مسعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.